حلنا نديرو في الاماكن اللي بغينا نديروهم. شفتي واحد الريحه طالعه فنه 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 زوينه زوينه زوينه، واحد الريحه ما كرهتكمش تشموا باش تعرفوني علاش كندوي، يعني زوين بزاف، يعني اللي شمك اللي شم فك هذه الريحه يقول لك اشنو دايره، يعني متاكده من تكوني متاكده معايا انا ولي شم هذه الريحه يقول لك اشنا هي. سلام كديري، لاباس عليكم كديري، مع الصحه. كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو في احسن حال، ومبروك عواشركم مبروك عيدكم. اليوم ان شاء الله غادي نديروا مع بعضياتنا واحد الفيديو زويون، يعني هذه واحد الوصفه انا كنستعملها دائما وكنستعملها حتى ملي كانت كتبها لينا مي مسكينه كتصايبها لينا، يعني معطر مزيل الروائح، يعني ديودورون اللي كنستعملو حنا على برا، هادي غادي نصايبوها مع بعضياتنا بمواد بسيطة جدا ومحافظة، وكان ما كدور لا جسم لا والو، حسن من داكشي اللي كنشوف على برا اللي عمر غير ميكروب و شي ميكروب ماشي ميكروب عمر غير بمواد كيماوية مواد حافظة، بزاف 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 الحوايج كيديرو فيهم، يعني فيهم الالومنيوم، فيهم بزاف بزاف الحوايج اللي مضره بالجسم. هذا اللي غنستعملو اليوم، يعني ساهل ماهل، عندنا بزاف الحويجات اللي ما كانوش عندنا نشريهم، يعني كيكونوا مهمين يكونوا عندنا في الدار. اول حاجه خاص يكون عندكم واحد لوبو، من الاحسن يكون ديال الدجاج ياكل البنات، وهنا غادي نصايبو فيه كلشي. وهنا عندي انا شريت هذه من امازون، هنا ماشي من امازون، من امازون هذا الشبه، يعني الشبه راه غتمشي عند العطار 3 دراهم ولا 5 دراهم يعطيك فيها بزاف بزاف بزاف، انا ما عنديش العطار، انا عندي ارومازون هو هذا شريته من ارومازون. وعندي المسك، هذا المسك هذا شريته من المارشي، يعني جوج بخمسة اورو، يعني جوج بخمسين درهم. هذا هو المسك، شحال زوينه ريحته، بغيت نقول لكم شمو زوين، والله زوين ريحته زوينه، فنه فنه زوينه 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 زوينه. عندي هذا الطالك، يعني طالك تاخذوا تستعملوا طالك جونسون ولا اي طالك تقدروا تستعملوه مع وتقدروا تستعملوا حتى الزيت ديال جونسون الا كان عندكم، هو اللي تقدروا تخلطوا به حتى هو راه كيجي زوين. انا عندي الكريم هو اللي غنستعمل، نورمالمون تستعملوا ديروا فيه جيل الوفيرا زوين، منه مرطب للجسم ومنه زوين، يعني الوفيرا انا ما عنديش، هي بصراحه ماشي ما عنديش، انا عندي في المجمد، عندي في مجمد وانا سالات لي دابا وبغيت نستعمل ندير معكم وحده، وهذه غادي نديرها بالكريم، راه كلشي كيعرف هذا الكريم دوف، نموت عليه نموت عليه، انا عندي لا غام ديالو، يعني الجيل الصابون اي حاجه عندي فيها دوف كيعجبني بزاف 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 كيعجبني. وعندي انايا هاد الموسك، يعني عندي هذا الزيت ديالو، يعني ها هو شفتو، يعني نقدر نستعملو معكم، يعني ماشي ضروري يكون عندكم، ديروا منه غير شي القيطات صافي، يعني ديال الخزامه شفتوا معايا ديال الخزامه، يعني تقدروا تستعملوا هذا الا كان عندكم، هي هذيك ما كانش عندكم تقدروا تستعملوا مثلا الزيوت الزيت الاساسي ديال الخزامه، هذا الزيت الاساسي ديال الخزامه حتى هو دير واحد القيطات زوينين، ولا ديروا ديال الزيت الاساسي ديال الورد حتى هو زوين البنات. نبداو معانا، نبداو ان شاء الله نهبط، نبداو على بركه الله. كيف ما قلت لكم حنا غادي نستعملوا ثلاثه معالق ديال الشبه، هي ديال عندي هنايا ديال الشبه شريتها من امازون، انا غادي نديرهم هنا ديريكت، انا كل حاجه حاطه لها معلقه ديالتها فاش ما نخلطش. نتوما تشيلوا الشبه مع العطار وتطحنوها في الدار، هادي ما عمرتهاش فوالا، رجع لبلاصتها. والطالق قبيله ما هضرتش معكم على الطالق، الطالق حتى هو نستعملوه، يعني راه زوين الطالق. هنايا غادي ندير واحد شويه ديال الطالق، ندير هنا باش يبان لكم شحال كنكب ولا كيبان ما كيبانش ما عرفت،
ندير تقريبا واحد معلقه ديال الطالك، معلقه كبيره. انا كنبغي كلشي يكون نقي. هنا غادي نستعملوا واحد المعلقه ديال المسك. هاد المسك ضرب ليا مجهد البنات، هي معلقه ديال المسك. كذلك غنستعمل جوج معالق ديال الحليب، هذاك الحليب اي حليب كتستعملوا. الا ما كانش الحليب يعني تقدروا تستعملوا غير تستعملوا غير الزيت، تستعملوه بالماء، تجمعوه بالمواد، تجمعوه بزاف د الحوايج تستعملوه. انا بصراحه هذا راه جاني بحال شي صغير، انا ندير هنا ومن بعد نخلط ونجمعو في هذا. جاني شي صغير هنايا باش نجي ديريكت. هنايا ناخذ واحد المعلقه اخرى ديال الحليب ونخلط صافي. هذا نسدو حتى حاجه ما تخسر ليا المفعول ديالها، لان كتعرفوا خاص اي حاجه تكون مسدوده. انا هذا الحليب هذا كنستعمل يوميا، الجسم ديالي زوين 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 بزاف. وهنايا كيف ما قلت لكم عندي هذا المسك هذا ديال الخزامه، شفتوا ها هو المسك ديال الخزامه، خزيه خزال دو بروفونس زوين. مجهد يعني الا ما كانش عندكم ماشي ماشي ضروري. انا نديرها نقيطات صافي، من بعد نشوف ونخلط كلشي هادشي ديالي حتى يعطيني واحد الكريمه. ومن بعد راه غنديروها في الثلاجه، ديروها غير في الباب ديال الثلاجه وغتماسك مزيان وتعاودوا وتكون تستعملوها. ديروا الزيت ديال الكوكو حتى هو ديروها البنات، راه زوين كيجمعها، يجمع الخليط ديالنا. ديروا الالوفيرا يعني بزاف الحوايج ديروا. المهم لا باز لا باز لا باز لا باز هو الشبه والمسك، وتزيدوا عليه الطالك حيت الطالك كيشرب العرق. صافي ها هو ديالنا الكريمه، هي بحال الكريمه ديالتنا. شحال زوينه الريحه، وك 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 وك، فنه 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 الريحه مع المسك ومع داك الكريم دوف وداك الشيء، فنه الريحه. شي حاجه ما تضيع، ريحه زوينه 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 بزاف 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 بزاف. ومنها راه كيبيض، سمعتوا البنات راه منها كيبيض. صافي هو دابا نرجعوه نديرو نرجعو لبلاصتو ونتلاقى معكم ان شاء الله. حسبي ها هو جمعتو ودرتو هنايا في هاد اللبو هذا، ومني تبغيو راه ديروه غير في الثلاجه، ومن بعد جمعو جبدوه وتستعملوه. خلطتو مزيان كيجي هكذا بحال شكل ديال الكريم، شفتو كيجي هكذا كريمه رطيطب. وتستعملوه بعد ما تنظفوا المنطقه تستعملوه. هو الكريمه ديالتنا هي وجدات، شفتوا مزيل العرق الروائح الكريهه يعني بمواد بسيطه جدا، وعندنا في البيت عندنا في البيت يعني نشريوهم نخرجوا عند العطار 5 دراهم يعني هادشي كله تقدروا تشريو ب 10 دراهم تقريبا هكاك، باش ديروا منه بزاف مرات. كيجي بحال هكا ديروه في الثلاجه، كيجي بحال هكا في الكريم نهزوه ونديروه في ايدينا بحال هكا، شفتوا بحال هنا نديرو في الاماكن اللي بغينا نديروهم. شفتي واحد الريحه طالعه، فنه 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 زوينه 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 واحد الريحه. ما كرهتكمش تشمو باش تعرفوني علاش كندوي، يعني زوين بزاف. يعني اللي شمك اللي شمك هاد الريحه يقول لك اشنو دايره، يعني متاكده من تكوني متاكده معايا انا ولي شم هاد الريحه يقول لك اشنا هي. يعني زوين 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 بزاف، وحسن من هذوك المواد اللي كنشريو علينا، هذوك لي ديودورون وهذوك لي ليستيك اللي خايبين فيهم الالمنيوم، فيهم بزاف المواد الكيماويه، فيهم المواد الحافظه. يعني هذا ما فيه حتى حاجه، تصايبيه ديري واحد الحكيه هكذا ديريه في الثلاجه في الباب ديال الثلاجه، ملي تحتاجيه تجبديه وترجعيه
غزال غزال. الا بغيتي انه يكون لك بحال الشكل ديال الستيك، يكون مجموع مجموع مجموع، ديري فيه مثلا عوض ما ديري الكريم اللي استعملت انا، الكريم ديال الجسم تستعملي انتيا مثلا هذاك الزيت ديال الكوكو، راه هو زويون، جوز الهند، الزيت ديال جوز الهند راه هو كيجي زوين، ديريه هنايا وراه هو كيجمع، لان الزيت ديال الكوكو ملي كيبرد كيتجمع بحال، ولا تستعملي البوغ دو كاريتي، يعني عندك بزاف الحويجات اللي تستعملي. فن والله العظيم، والله العظيم. فكنتمنى ان شاء الله تستعملوا تجربوا وتردوا عليا الاخبار. كيجي بحال هكذا، مثلا نقرب لكم مزيان مزيان مزيان، شوفين مزيان باين هكذا بحال هكا، كيجي بحال هكا زبيده كريم هكذا، شفتوا كريم هكذا كيجي غزال غزال. جربوها البنات راه ما غتندموش، وزوين وفيه كاع هذاك الشيء ديال المواد كلها اللي فيه، راها زوينه ومفيده للجسم ومفيده، يعني ما فيه حتى حاجه اللي خايبه. مع السلامه والى اللقاء، فيديو قادم ان شاء الله. موح. انا بطع ليا غير امتى نمشي نستعمله، والله العظيم ماشي دابا نستعمله. مع السلامه والى اللقاء.